مشاهدينا رمضان كريم، وبرحب فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أوروبا في فلسطين الذي يقدم بدعم من الاتحاد الأوروبي. في كل حلقة بنسلط الضوء على قضية معينة، لكن في حلقة اليوم رح نسلط الضوء على أوركسترا الشباب الفلسطيني التابع لمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بدعم من الاتحاد الأوروبي. في البداية رح نحضر تقرير بيحكي عن هالمشروع، لكن بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. أوروبا وفلسطين شراكة وجوار. أسس معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى أوركسترا فلسطين للشباب في العام 2004 بهدف حشد الموسيقيين الفلسطينيين من جميع أنحاء العالم في جسم موسيقي واحد. يشارك في نشاطات الأوركسترا سنوياً 80 عازفاً وعازفة من الفلسطينيين في الوطن والشتات، بحيث شكلوا مجتمعين أوركسترا فلسطينية نوعية توازي بقدرات أعضائها الأوركسترات العالمية، وقد تنقلوا محلياً عربياً وعالمياً، وعزفوا على مسارح عريقة في كل من ألمانيا، إيطاليا، اليونان، لبنان، سوريا، البحرين والأردن. It's an important project to bring culture to Palestine. هذا المشروع مهم لأنه يأتي بالثقافة إلى فلسطين ويساهم في تطوير قدرات الموسيقيين الشباب، وهم يرغبون في التعبير عن إبداعاتهم. أنا هنا منذ 3 سنوات وشاهدت تقدما كبيرا، ومن الأمور الرائعة التي لمستها تشمل مشاريع الموسيقى التي يمولها الاتحاد الأوروبي ومغتربين فلسطينيين. الكثير من النشاطات الثقافية مرتبطة بعمل تقوم به المؤسسات، ولكننا نرى الآن موسيقيين يعملون بشكل مستقل ضمن مجموعاتهم الخاصة، مما يشكل إثراء للمشهد الثقافي. يلتقي أعضاء أوركسترا فلسطين للشباب مرة في العام لمدة 10 أيام، يتلقون فيها تدريبات ويقودهم فيها فنانون كبار وموسيقيون عالميون في أكبر فرق الأوركسترا، وقد كانت لهم مشاركة في العام 2008 مع الفنان العربي مارسيل خليفة. تتوجه الأوركسترا دائماً بدعوة الشباب الفلسطيني من مختلف دول العالم للمشاركة في نشاطاتها، بشرط أن يكونوا في الفئة العمرية بين 13 و 26 عاماً وتتوفر لديهم الموهبة والقدرات الفنية. هاي المشاركات العديدة اللي كانت داخلية وخارجية كعروض للأوركسترا وتغيير الموسيقيين اللي أجوا على هذه الأوركسترا والتقانا فيهم، سواء من فلسطينية الداخل أو فلسطينية الشتات أو الضيوف اللي كانوا يجوا علينا، ضافت مش بس لإلي لكل شخص أشياء كثيرة، فائدة موسيقية وفائدة برضو ثقافية وسياسية. عززت عند كل شخص فينا الثقة، عززت عند كل شخص فينا فلسطينيته الداخلية، وطورته برضو كمستوى موسيقي إنه يعزف مع أي أوركسترا خارجية بالعالم. من قلب مدينة القدس وبالتحديد من باب العمود، رح نبدأ جولتنا الميدانية اليوم ونشوف شو الناس بتعرف عن الاتحاد الأوروبي. طبعا مشاهدينا، باب العمود يقع وسط مدينة القدس وهو أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة، خليكم معنا. الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. أوروبا وفلسطين شراكة وجوار. رمضان كريم، الله أكرم. عرفني باسم حضرتك. علي الجمل. يا علي، أنت من وين بالضبط؟ أنا من القدس.
احنا برنامج اوروبا في فلسطين عاملين جوله ميدانيه اليوم، وفي عنا عده اسئله رح اطرح عليك سؤال، اذا بتعرف اجابته تربح معنا جائزه بقيمه 50 يورو. جاهز؟ جاهز. السؤال بحكي لك العلم الفنلندي فيه عده الوان، الى ماذا يرمز اللون الازرق؟ نوع من انواع السلام يعني. الى السلام. سلام. محبه. محبه. اللون الازرق الى الماء، الى المي، البحيرات يعني. الى المي. متاكد؟ متاكد. انا حكيت قبل. متاكد. اجابه نهائيه. اجابه نهائيه. إجابتك صحيحة. إذن يرمز مشاهدينا اللون الأزرق في العلم الفنلندي إلى البحيرات في جميع أنحاء فنلندا طبعاً. وأكيد ألف مبروك، بتربح معنا جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. رمضان كريم. الله يخليك علينا وعليك. عارفيني باسم حضرتك؟ كروان الباسطي. في عندي سؤال، عدد الجنسيات المختلفة اللي بتعيش بالسويد؟ مرة واحدة يعني. لا، 150. 200. 200 عمي. 200. متأكد؟ متأكد. إذن عدد الجنسيات المختلفة اللي بتعيش بالسويد عددها 200 جنسية طبعا مختلفة. إجابتك صحيحة، بتربح معنا جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا، حلقتنا لسه ما خلصت وأسئلتنا عديدة، خليكم معنا واستنونا لكن بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. أوروبا وفلسطين شراكة وجوار. مشاهدينا، مكملين جولتنا الميدانية في الأجواء الرمضانية وبوجود هالشباب الطيبة. والسؤال بحكي، دمرت عاصمة البرتغال في سنة 1755 بسبب إيش؟ بدنا نشوف مين بيعرف الإجابة، خليكم معنا. أمريكا. قنابل نووية. أمريكا. حرب عالمية. حرب العالمية. بسبب الحريق. بسبب بركان. بسبب غزال الشاويش. بسبب غزال الشاويش. يا إما حرب مع إسبانيا يا إما حريق. عاصمة البرتغال طبعا بسبب الفيضانات، حصل فيضانات كبيرة ودمرت البلدة بكاملها يعني. إجابتك صحيحة. إذا المشاهدين، دمرت عاصمة البرتغال في عام 1755 بسبب الفيضانات وزلزال أيضا. عمي أبو أحمد بربح معنا جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. بحكي لك، في بلجيكا في طبق شعبي، بلجيكا وفرنسا بيشتركوا بنفس الطبق الشعبي مؤلف من بطاطا مقلية زائد كمان إشي معه. تعرف إيش هو؟ بلجيكا وفرنسا السمك. صدقيني ما عارف. السمك. جمبري. بعرفش. بعرفش. السمك. مكرونة. بيتزا. بيتزا. بعرفش. رح نضطر نعطي خيارات لشباب الموجودين هون. رح نرجع للشاب اللي كنا نحكي معاه من البداية. بحكي لك، السمك ولا بلح البحر ولا لحم الضأن؟ بلح البحر. إجابتك صحيحة، هي بلح البحر. بتربح معانا جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا، جولتنا معاكم اليوم انتهت، وبتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هالحلقة، وألف مبروك للفائزين اللي فازوا معنا بالجولة الميدانية. في البداية شاهدنا تقرير بيحكي عن أوركسترا الشباب الفلسطيني التابع لمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بدعم من الاتحاد الأوروبي. أكيد موعدنا بتجدد بكرة وبنفس الموعد. رمضان كريم، ومني أنا فرح زحلقة، أطيب الأوقات.